بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان تبارك الله عليكم، احنا في مقهى ديال السي جلال الدامون. السي جلال الدامون ومن لا يعرفه، يبغى يجي يتقهوى مرحبا. هي في الدورة ديال بوجدين. احنا مع الشباب الابطال نسور مخالب الجبل، غادي نسخر القط ان شاء الله. يوم الجمعة 6 رمضان اتجاه سخرة القط ان شاء الله. انا خي يوسف بطل، خي عبد الخالق ها هو، خي عبد الخالق الحربولي البطل لينا، مشى الشاون وجا الجمعة اللي فاس، اللهم بارك. احنا كليكا، ها الكليكا الاخرى، هاي سي عبد الحميد هو مول داك هاد اللوين المزيون الشويبي، هذاك سي عبد الحميد الباطل هذاك. وحده نعم سيدي سي مصطفى بوشيبة، ومعنا الاخ عثمان اليوم، اخ عثمان الباطل هو اليوم غادي معنا. تبارك الله عليكم، شوفوا صخرة القط اليوم ان شاء الله نوصلوا نكملوا معكم ان شاء الله. الشباب يا الشباب عندي، تبارك الله على سي عبد الحميد البطل، يا البطل ديالي الله يحفظك، توحشناك سي مصطفى الغزال، يا النسر ديالنا يا الهياثم، غادي نتابعين النسر شيباني سي مصطفى بوشيبة الغزال. دري كيوجدوا لواحد الرحله ان شاء الله الى سخر الله، ما غنديروا الصحراء ان شاء الله، الداخله مدينه الداخله. هنا وهذا كان ما بعتولوش انا، السرود العيلات هضرت بصح، لا قال السرود الرجال وديال البروفيسيونيل هذوك ديال الابطال، والفوق الفوقاني اللي ما نعرف هذاك الشيبي ما نعرف. احنا سيدي احنا الشباب احنا خاي عبد الحميد عند اللوين واعر ضد الحرارة ضد الشمس، اللوين الروعة الشويبي. انا خاي عبد الحميد، انا ولا ما عجبكش يا خاي عبد الحميد انا نديم عندك، هذاك اللوين انا نديم عندك خاي عبد الحميد، اللوين واعر. هانا الابطال، هانا هان سورة. الا صاحبي شوف هذا اللون ديال الابطال صاحبي، اللون ديال رافائيل نادال ديال اللاعبين ديال التنس، يا تلوين شوي بواعر السماوي، لوين واعر. الصحة والراحة الإخوان، ما شاء الله الرياضة شهر رمضان روعة. والإخوان وكاين شي عطاش ولا؟ والو وكاين شي عطاش؟ والو وهضرو وكاين شي جوع وعييتو؟ الرياضة مزيانة ولا عيانة؟ شنو نقول لك أنا اللي ما تصحرتش؟ الله الله ما تصحر، الله 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 الله، كنت فايقة حتى الخمسة، الله 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 الصباح دفقت، الله 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 الله، شارب ما 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 قال لك الرياضه ما صالحهاش يا خايف. نجلس معاه منين كليس معاه منين تعشيت مع ديك ال11 الله واحد عادي كتحس براسك عادي، ماشي عادي دابا غتضرب ورا فراسك شنو كيتسنى؟ نصوم حتى لا غدا عاد نفطر. الله هذا بقى كتقول حتى غتوصل لصخرة القط، ما كرهتش رمضان يولي يكون فيه واحد الشهور ولا شهرين. الله صحي الله
قلت لك غنمشيو ان شاء الله لصخره القط. 25 كيلومتر من بين القصر وصخره القط. كاين فيها شويه العقيبات. الله الحراره شحال بعيده منا؟ شو سال الحراره؟ 5 كيلومتر زايده. ايوا يكون خير باش نجيو بحالنا. نعم اجيو ديريك نصليو العشاء، نصليو العصر في الدار ديال هذا ونريحو شويه ان شاء الله. ايه 5 نجيو بحالنا ان شاء الله، حيت راه باقي الوقت. نحاولوا ان شاء الله. دابا 3 دابا باقا الوقت. باقا ما وصلت 3. احنا الشباب الاخوان تحركوا. المهم الانسان اللي ما مولفش ما يفورسيش وصافي، حاول يدير ديك نص ساعه حتى لساعه قرب الفطور مور العصر. ولكن الانسان بحال الاخوان هكا مولفين متعودين يخرجوا بحال هكا في هذا الوقت، هذا شهر رمضان، يمشيو للعرايش تقول لا، يعني عندهم مسألة عادية يعني كيحسوا بوالو. الحرارة وطلعوا ديك العقيبة ونجيو بحالنا للدار ديال هادي عبد الخالق، نصليو ونريحو شوية ونجيو. والحرارة أنت قلتي 5 كيلومتر، هو قال 15 كيلومتر. 15 أصاحبي راه مني 15 بزاف. اسمع ومصطفى قال لك مسخرة في القط الحرارة 15 كيلومتر، مال هذا؟ 10 10 قاصحة عليا خاي، انا حدي صخرة القط حل لي الدار وسير بحالك. سير اخويا ضرب انت حتى القلة كاع. ايوا نمشي للداخلة ما نكونش صايم ديك الساعة ان شاء الله. ابطال النسور كنهضر، نمشي معاك فيما بغيتي. يلا الهضرة وصافي، كنهيئ راسي يا وليدي، هذه المناسبة كنهيئ نفسي دابا. الله ما تبقى بحالو في لوطرين. عاد ربما شوف وعاد دابا ندير الخاوي تزيد خمسة. خزن البوليستر وخزن نعم المريكل ان شاء الله، هذاك الشيء اللي بغينا. مشيو اخاي الحرارة مالنا، انا جاي معايا التمر والماء. الا إيه شت القضية حماضت اه هو يا حداد. هو التمر والماء معايا مليان موت. سيدي نمشيو بحالنا. واش الشيخ وانا جايب التمر والماء. الله الله شوف شوف المعلم بوشيبه شوف. النسر اخويا النسر النسر تعرف النسر ملي كيطلع لفوق في السماء النسر ان شاء الله حنا كندوزو فيها. ما دز خصنا نضربوها. عاليه اخويا هذيك كتبان اخويا صعيبه. واش هذيك هي اللي عدلوه؟ لا لا هذيك شنو سميت ديك البلاصه معلم؟ هذيك اللي قلت غنمشيو لها. العنصر كاين العنصر جوج ولا واحد ام قادي كاين العنصر يوسف. العنصر يوسف هو اللي فيه، هو اللي منه الدراري ديالنا. تحيه لهم من هذا المنبر هذا الشاعر. الشاعر اللي عند المطعم العنصر اهل سريف. هو هذا هو هذا اللي كنشوفو حنا حدا مكادي. دابا المعلم ما قول لي كيفاش كتحس؟ كنحس بالسعاده تام الحمد لله. ملي كنركب على البيكالا كنحس براسي صغير مره مره. ها البيكالا المعلم هاش الذكريات ديال ملي كان 15 عام 16 عام كناخذ بشكليطه وكنهرب. كترجعك صغير قول المعلم. دابا مع الصيام والبيكالا كيفاش كتحس؟ كنحس براسي مضخم. فيك لا جوع لا عطش كامل خدام مزيان. لا جوع لا عطش لا حاجه ريحه شي حاجه الحمد لله. دابا كاين شي ناس كيقول لك الرياضه في رمضان ما صالحاش. ليس من راك من سامع يعني خصو يهود الميدان ياك. على طريق لا والو هود الميدان. جرب كيقولوا المعلم احسن وقت للرياضه. واحد الدكتور صديق ديالي قال لي الا بقيتي كتمشي هكا اشنا راسك في ديك القلب. ايوا والكلاوي نشفوا لك وكذا. قلت له واخا ديال الهضره اللي كيقول الدكتور عندك الحق لا يجزك بخير لا غدا خرجت. الله قلت لك المعلم كيقول لك احسن وقت للرياضه هو قبل الفطور ما بين ساعه نص ساعه ساعه الا ربع يعني ساعه. شوف كيقول لك ديك الساعه كيكون الجسم استهلك ديك المخزون اللي كيكون فيه كيبدا يدخل يهرس ديك المسائل ديك الدهنيات المعقده وديك السكريات اللي معقده. دابا علاش كنقلبوا حنا على الحياه الصعبه؟
كنقصخو على راسي. نعم. علاش؟ نعم. حياتي كتكون قاصحة بزاف. نعم. المعيشة ديالها كاملة. نعم. لا رياضة ولا ولا المعيشة اليومية ولا حياتي. كتكون قاصحة كتخلق الرجال. أوه. كتخلق الرجال كتكونوا. نعم. والحياة ملي كتكون ساهلة. كتخلق داك كيني ميني. فهمتي؟ هذوك اللي الهوان. راك شفتيهم ها؟ ضعف الهوان. ضعف الهوان. انعدام الشخصية. ها يرحم الوالدين. كل ما كانت الحياة سهلة سهلتي على راسك. نعم. كل ما غادي تولي اللور بزاف في الصحة ديالك. صحيح. في اخلاقك في كل شيء. ملي كتقصح على راسك بزاف. نعم. انت كتسحب لك راك كتعذب. بالعكس. راك كتكون كتكون. كتكون تقوى تقوى الشخصية. حنايا دابا حنا كون كان مثلا شي شباب صغار كيخرجوا معنا. نعم. غيتكونوا شي تكوين صحيح. نعم. وفاش ما جا تكير يدافعوا على بلادهم قويين. فهمتي؟ قويين من جميع النواحي. غيبقاو اي صعوبة يتجاوزوها. هذيك الغابة يطلع ليلة ما في الليل ما عندوش خوف. ما حتى حاجة. يعني مدرب سالس شحال مرة وحنا تما ونعسنا تما. صحيح. ما يبقاش في الليل يقول لك لا انا خفت ولا. واش كانوا كيقولوا ليه؟ نعم. شي أصدقاء من هذه المناطق. نعم. كيقولوا ليه واش هادشي الشاون على على تطفي القلة وتناقض؟ قول لهم لا، قول لي تما يقطعوا لك الراس ديالك. يقول لي تلقاوك تما راه تما صحاب مافيات راك. ملي جيت صرت عند الناس طيبين اصاحبي. شي طريق. ما عمري تلاقيت مع شي واحد. ناس طيبين اصاحبي. ناس مزيانين. ناس ديال الشباب. جبتي يوريك الطريق. يكرمك يعطيك الماكلة يعطيك الماء. عطلب له عطلب له. صحيح. السلام عليكم. بدون مجاملة والله العظيم دابا شحال من مرة شحال من واحد مسكين كيشوف كيعرض علينا كزو تاكلو كزو. صحيح. فهمتي؟ كنقولوا له واكل أهل الكرم. كون عندنا حنا المسائل ديالنا ما كنبغيو نستدعو حتى واحد. وإلا شي واحد بسل بزاف علينا مرة كنجلسوا معاه. فهمتي؟ ماشي مشكل ولكن انتم عارف المساجد اللي كتصليو كيكرموكم. الله أخير. كيتهلاو فيكم كيجيبوا الماكلة. الحمد لله. هما حاجة وحدة. الناس عا كيهضروا وصافي. ها؟ الناس حاجه وحده هي الانسان اللي يخرج من هذه المناطق بحال هذه خصوصا في الفوق الضخم خصو يحترم راسو اللباس يسحب له شي في المدينه في اللباس في الكلام في الهضره في الهضره ديالو حركات تصرفات يلبس واحد اللباس صحيح واحد الشرط ما يمشيش يتصرف بس محتشم ومحترم عندك الصح صحيح هذه رساله الاخوه الرياضيين ماشي بهولندا لكن سي معول غادي بلد محافظ تمشي شي بلاصه فيها شي قبيله ولا بلاصه فيها الناس سكان وليداتهم بالنسه ديالهم سان يلبس شي لباس اللي يكون محتشم محترم هذا الشيء اللي كاين انت غادي عاف الشانطي يلبس داكشي بس اللباس ديالك ديال دابا شوف ولا احسن انسان يلبس شي لباس محترم تمشي بها مره شي عين نعمروا لنا فهمتي صحيح في عيال العيالات كتجبر النساء كيعمروا ماشي رجال اللي كيعمروا كيمشيو على العيالات يعمروا كاين معنا وحنا غاديين مقصبين فهمتي نعم وما عطاتها شي صح وحصل لك معك شي واحد الصايمي عاوتاني شي واحد مزهطر لا 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 والله راه تاكل هروه وتاكل معك هروه وتعطي صوره سلبيه ونظره خايبه على مانين بيكالات على الرياضيين والناس اللي كيمارسوا الدراجة يعني اي واحد كيمارس هذه الرياضة هو سفير سفير لجميع الدراجين جميع الرياضيين يلتزم بالاخلاق يعني خصو يعطي صورة جيدة صورة ايجابية على على الدراجة على رياضة الدراجة وعلى الدراجين وتحية للجميع دابا حنا على مشارف تصطفت ان شاء الله تحياتي اليكم السلام عليكم